تاني النهارده من بكره في ظل المنافسه الشمسيه. عندنا اصدارات عديده، عندنا تكنولوجيا مختلفه، عندنا تحول رقمي، عندنا وسائل اعلاميه حديثه ومتعدده. ازاي تقدر الاهرام تحافظ على ده كالاتحاد؟ ومن الاخر حطينا هدف، ازاي تصبح الاهرام مؤسسه اعلاميه ذكيه تواجه متطلبات العصر الحديث. الوضع الحالي في المؤسسه الان مليار و600 مليون جنيه ديون متراكمه جينا لقينا الوضع ده. في فجوه تمويليه 50 مليون جنيه شهريا، ده على فكره مش بما فيها خدمه الدين، لا ده بخلاف خدمه الدين. عندنا خلل في الهيكل والتوصيف الوظيفي نتيجه عدم ربط ونشاط كل وحده في المؤسسه، مما ادى الى خلل ضخم في هيكل الامور. عندنا قوه بشريه كبيره غير مؤهله ومدربه. فعملنا خطه عمل عاجله بتضمن زياده الموارد من التحصيلات في التوزيع والاعلانات وتطوير المحتوى وزياده الاعلانات. زياده الموارد من التحصيلات والتوزيعات دي هتعمل لي، احنا كنا استلمنا المؤسسه كان في النصف الاول عامله 412 مليون جنيه، زادوا ل 437 مليون جنيه في التحصيلات من التوزيعات من التوزيع الاعلاني. الاعلانات انتاجها كان 400 مليون جنيه، وصل الان في النصف الثاني الى 443 مليون جنيه. كل الامال متعلقه بسياده وزيره صحه مصر، مش بس في مؤسسه الاهرام ده في البلد كلها، ولكن مؤسسه الاهرام قادره من قادرات هذا الوطن، فاذا استقامت استقام الوطن. فانا سعيده ان انا اكون متواجده النهارده، وانا اسعد بالعرض اللي قدمه على المحيط بيه لتطوير مؤسسه الاهرام، ويعني كل الاصلاحات والاثار ليها، سواء الاصلاحات الماليه او المؤسسيه او تحديث، لان بالفعل حصل تطور كبير في كل منظومه سواء الصحافه والاعلام عالميا، مع التطور في تكنولوجيا المعلومات، فبقت معاهم فرصه سريعه جدا، ولذلك المعلومه وصحه معلومه مهمه جدا. وبالفعل احنا يعني كممثلين عن الحكومه، احنا يعني حاضرين احنا ندعم باي طريقه، وزي ما حضرتك كنت ناقشنا مع السياسه، اولا احنا عايزين يكون في تعاون اكبر، ان احنا بنتكلم عن ملف الاستثمار او القوانين الجديده، مش بس قانون الاستثمار ولكن قانون الشركات. مجلس النواب اول امس وافق على تعديل قانون الشركات، وده على فكره هياثر برضه جدا على المؤسسه وهيساعد في تطوير كمان مؤسسات، والفترة الجاية إن شاء الله يكون في اصلاحات كثيرة، فازاي نتعاون مع بعض